سلام. اليوم يا حبايبي راح نشوف اسرع ناس يقصصون فواكه في العالم. فالحبيب جايب بطيخة على طول. يا حبيبي خلصها في 11 ثانية و83 جزء بالألف من الثانية. اللي بعده راح يكون عندنا الحين تقصيص. شنو بالضبط؟ اوكي بابا قاعد يقصه. اوكي حلو. طبعا على طول تقشير سريع. طبعا احنا قاعد نشوف افضل الناس في العالم في هالامور، متخيلين؟ طبعا اي شخص يحب هذا النوع من المقاطع اضغط زر لايك عشان انزل لكم مقاطع اكثر ونستمر مع بعض. فقط اللي يحب هذا النوع من المقاطع فقط. قصاها بالنص يا اخي، ما يخاف يقصينا. زين شيل اللي داخل. نايس جهزهم. بس طعمه رهيب. سووا عصير. اوكي هو قاعد اتوقع جاهز حق العصير يعني الظاهر. سوى عصير على طول عليهم بالعافيه. اللي بعده خلينا نشوف كيف بيقصص. هل بيكون فعليا سريع؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فعليا سريع. بس بيني وبينكم بعد يعني في خطوره، انت قاعد خاطر. اتكلم عن اشياء حاده. اوكي مجموعه بطيخ او جح او اللي تسمونه. هذا بعد سريع يا حبيبي. طبعا شوفوا لاي درجه السكين حاده انه يشيل القشر بالسهوله هذه. ما شاء الله. شكله في الهند او شيء. تجهيز سريع. زين اللي بعده جزر. يا اخي انتبه ايدك انتبه يا اخي، ما احب اشوف الاشياء هذه انا. ما ادري ايش احسه مو مقشر. اوه بيسويهم صغار. انتبه يا اخي. اللي بعده. اوكي. هل هو سريع ولا لا؟ ما ادري. اوكي. نفس قبل شوي. وقصصوا طبعا اللي قبل شوي شفناه كان صاروخ في موضوع التقصيص. هذا يعني سريع بس يعني مو صاروخ نفس اللي قبل شوي. ساتر شارع ازعاج. لا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أناناس. طبعا أناناس طفش شوي. قصاها بالنص. طبعا أتوقع أناناس كل الناس يقصونها بطريقة ثانية. زي والقشر كأنه خلى القشر. أوكي بلا يشيله. أحس طريقته بطيئة شوي. الطريقة اللي اختارها بطيئة شوي. في طرق احس اسرع بالتقصيص حق الناس. اوكي. وجهزه. والله صار خاطري.
صار خاطر والله. اللي بعده اوكي مانجو. وش فاكهتكم المفضله؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ما شاء الله صار طريقه رهيبه. حطها داخل اوكي. يقصص انواع واجد اشياء. اللي بعده بعد عنده سرعه في اشياء ثانيه يعني. نايس. لازم ينتبه لايده لان هاي الاشياء ما فيها مسح. بعد بالسكين بس خطير الشيء. بس شو نسوي؟ اوف ما في مس. انزين اللي بعده. اوه يقصصهم. يا ساتر يقصص ليمون وبطريقته الخاصه طبعا. يرميهم ويقصهم. زين وصل الشيء اللي بعده. ما شفت البدايه بس اتوقع ان هذه خياره اظن. شوف كيف سواها. تقصيص بصل. خطير الوضع. انا دائما اقول هالسرعه تقريبا في كل الاشياء خطيره تقريبا. نايس. اللي بعده. خلينا نشوف طريقته كيف. اوكي. اكسر اكسر يا ابوي. صراحة المقطع ممتع ترى. قاعد استمتع وانا قاعد اتابع المقطع هذا. نفس طريقة الخيار. ليش يسوون الحركة هذه؟ اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات وش ليش يحبون يسوون الحركة هذه انه يكون بالطريقة هذه. انه كأنه ورقة يعني. اكيد في سبب. يمكن يستخدمونهم في شيء ما ادري. او في اكله يسوون يستخدمون الخيار اللي بهذا النوع. انا ما اتذكر صراحه مو في بالي شيء يسوي بالطريقه هذه. بصل حاليا اغلب الاشياء اللي شفناها بعد ما حطت الموسيقى هي البصل. وتقريبا اغلب اللقطات ملاحظ انه كانها في الهند. ما ادري كانهم في الهند. اعتقد ان هذه الهند. ما شاء الله سريع. اوكي. وش في بعد؟ خلونا نشوف. ايوه اوكي هذا ما شفناه من قبل بهالطريقه. غريبه طريقه التقصيص اللي قاعد يسويها. امشي ايدك انتبه. اللي بعده. ايوه هاي طريقه سريعه. هاي طريقه سريعه. ايوه بس حطها على طول في الكيس. يا سلام شفتون كيف هذا فعليا سريع بتقصيص الاناناس اللي قبل شوي.
فكان مقطع رهيب صراحة المقطع هذا. في حبايبي هذا مقطع بشكل كامل، اتمنى عجبكم المقطع، اتمنى كلكم تضغطون زر لايك، تشتركون في القناة لكم مشتركين، ولا تنسوا كلكم تشتركون في قناتي الرئيسية، الرابط موجود تحت في الوصف او الديسكربشن. قربنا نوصل لعشرة مليون مشترك، كلكم اشتركوا في قناتي. نشوفكم على خير ان شاء الله، انستغرامي تحت، سلام. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله، اما من